وبيشرفنا الأستاذ الدكتور أحمد جمال، أستاذ جراحة الأوعية الدموية، كلية طب القصر العيني، جامعة القاهرة. أهلا وسهلا بحيك يا دكتور. أهلا وسهلا. حيك لو تحب تقول كلمة النهاردة. طبعا يعني في البداية طبعا برحب بكل الحضور اللي شرفونا في المؤتمر السنة دي. إحنا السنة دي المؤتمر الثالث للسنة الثالثة على التوالي لجراحات وأمراض الشريان الأورطي. يشرفنا طبعا وجود كل المشاركين معانا، سواء من أساتذة كبار أو انترناشنال سبيكرز أو أطباء مبتدئين. يهمنا جدا طبعا أن يبقى موجود معانا كل الأعمار، سواء من أصغر واحد لأكبر واحد، لأن في الآخر بيبقى فيه استفادة كبيرة جدا لكل الكاتيجوريز من الأطباء. تمام. ايه رأي حضرتك في التعاون الدولي والخبرات الدولية اللي موجودة في المؤتمر السنة دي، وحضرتك شايف ده ازاي يدعم او يفيد المؤتمر؟ هو تحديدا امراض الشريان الاورطي من الامراض المحتاجة، او كل سنة فيها جديد، وكل سنة بيبقى فيه طرق مختلفة، والتكنولوجي دخلت بطريقة يعني كبيرة جدا في علاج امراض الشريان الاورطي. وبالتالي الدول الأوروبية وأمريكا بيبقى دايما في أبحاث جديدة وفي طرق مختلفة للعلاج. علشان احنا نوفر العلاج دوت والطرق الحديثة للمرضى بتوعنا، لازم يبقى في دايما اطلاع على الطرق الجديدة ديت، ولازم يبقى في تعاون بين الدول الأوروبية ومصر. فبالتالي احنا بنحاول من خلال المؤتمر ده ان كل سنة نقدم الجديد ونعرف ايه الطرق الحديثة، علشان نبقى احنا بنقدم احدث طرق للعلاج للمرضى المصريين. تمام. في نهايه اللقاء بنشكر حضرتك وشرفتنا النهارده جدا. شكرا.